اليوم محطاتنا عم تكون عم تخص العمل الإنساني والعمل التطوعي والجمعيات، وهذا الشيء كتير مهم باقتراب المناسبات، إن كان دينية، إن كان عيد الأضحى، عيد رمضان المبارك، وأيضا عيد الأم. بدنا نحكي اليوم عن جمعية جذور وأهمية العمل الإنساني والتطوعي، وحيكون معنا سهيلة محتسب بالله، وهي عضو مجلس إدارة جمعية جذور. صباح الخير. صباح الخيرات، اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي مره ثانيه. يعني لما بنحكي عن جمعيه جذور مثل ما بنقول خلص صاروا ضيوف دائمين بالاخباريه السوريه بنشاطاتهم المتعدده. خلينا نحكي بدايه عن النشاطات الاخيره بالفتره الاخيره يلي قامت فيها جمعيه جذور، وخاصه اللي كانت امبارح يوم امبارح. تماما، بدايه جمعيه جذور تسعى لنشر فكر حقوقي تعنى بالأسرة بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، دعم نفسي واجتماعي ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي أيضا. بما أنه المرأة إلى الحصة الأكبر عنا بيوم المرأة العالمي، دائما للسنة الثانية على التوالي عم نقيم فعالية فراشة من حديد. هاي الفعالية بنسلط فيها الضوء على عدد من السيدات اللي حاولوا يكونوا أقوياء بعزيمتهم وإصرارهم ليواجهوا صعوبات الحياة. السنة الماضية هي كانت على سنتين ورا بعض. السنة الماضية كان بيميزها أنه نحن سلطنا على سيدات امتهنوا العمل الذكوري، تغلبوا على الضعف اللي كانوا موجودين فيه والجو المحيط لهم، حاولوا يثبتوا وجودهم بهي الأعمال. التقيتوا فيهم؟ نعم، تم اللقاء تماما فيهم. استدعيناهم وقتها بالمركز الثقافي وجرى حوار تفاعلي لهم. إحدى السيدات كانت تشتغل بلف المحركات الصناعية، سيدة تشتغل سائقة على شاحنة سيارة، سيدة تشتغل على تاكسي. يعني هذا النوع من السيدات اللي نحن عم نسلط الضوء عليه. هاي السنة اختلف شوي النموذج اللي كنا عم نستقطبه. استعنا بسيدات كان في عندهم معاناة بهي الحياة. إحداهن على سبيل المثال تعرضت لحادث سيارة وصار في عندها تشوه بالوجه، ما حاولت أنها تتخبى أو تقعد بالبيت تبتعد عن العالم، بالعكس واجهت الحياة وكانت هي مصدر للقوة والتفاؤل لكثير من العالم اللي حواليها. أيضا في سيدة كانت مسنة كبيرة بالعمر، السيدة إمامة، رغم أنها هي بالثمانينات من العمر لكن عندها روح الشباب. لحد الآن هي بتشتغل بالزراعة، بتجمع البذور وبتقطنيها وبتساهم بالمنتجات الزراعية بشكل فعال. كمان كان في عندنا سيدة تزوجت من شخص يعاني من متلازمة فقد الأطراف، رغم أنه أهلها ما كانوا موافقين على الزواج، ومع هيك تحدد الصعوبات وكانت الدعم الأساسي له. كثير حلو رشا هذا الحكي. هلا هي قالت انه المراه الى الحيز الاكبر اليوم، واسم الحمله فراشه من حديد، قد ايه الاسم مميز؟ الاسم له معنى اكيد. فراشه هي بطبيعتها، بلطافتها، بنعومتها، صلبه بارادتها، وبتتمتع بشيء من القوه. احيانا اليوم الظروف جبرت المرأة أنها تأخذ أدوار ما مو لها، يعني فراشة من حديد، واضح الفكرة. نعم. كنا عم نقول أنه في مناسبات مرأة قطعت ومناسبات جاي، مرأة عيد المرأة تماما من فترة وجينا عيد الأم، أكيد المرأة إلى حصة وفي نماذج اليوم ضمن الجمعية. خبرينا أكثر عن هدول المناسبتين، كيف كانوا أو كيف حتكون مناسبة عيد الأم؟ هلا بس بدي نوي على شغله، انه امبارح نحن كنا بمكتبه الاسد عاملين فراشه من حديد رقم 2، وتم حضور السيده الوزيره لبنى المشوح، كرمنا عدد من السيدات، بالاضافه كرمنا سيدات قديرات بالمجتمع مثل السيده شهيره فلوح، الاستاذه ليلى القسطى، السيده مريانة الجمل، بالاضافه للدكتوره خلود السروجي وعدد آخر من السيدات. هلأ بعيد الأم في عنا فعالية اسمها حضنك عافية، بنجمع فيها نحن بنحاول بما أنه 21 آذار بيجمع عيد الأم وعيد متلازمة الداون، بنجمع الأطفال اللي موجودين عنا
مع أمهاتهم نحتفل فيهم بهذا اليوم. هاي السنة حيكون الاحتفال ضمن الكافيه سوسيت اللي موجود بحديقة تشرين، هو أحد مشاريع الجمعية. أنا كثير بحب هذا الكافيه. تماماً. هو كانت خطوة حلوة ومفروض تعمم أكثر يعني. هو بيعطي هو المكان يعني. بحد ذاته جميل وبيعطي طاقة إيجابية لكل زواره. حيكون الاحتفال عبارة عن نشاطات وألعاب وحفل غنائي بالإضافة لتوزيع الهدايا وغداء للحضور. كثير حلو انه نحن لما ندور على التفاصيل الصغيره وعلى فئات من المجتمع يلي للاسف البعض بيحاول تهميشها، لكن نحن كثير حلو نسلط الضوء عليهم، نشكرهم على صبرهم ومواجهتهم للحياه بهي الطريقه. يمكن مقهى سوتسيت كان اكبر مثال على هذا الشيء مثل ما شفنا، وكانت زيارات متعدده للاخباريه لهذا المقهى، خصوصا لما نحن بنشوف اطفال من ذوي اللي هم عم يقوموا بواجبهم ومبسوطين وسعيدين، هو مشروع حياه بالنسبه لهم واندماج بهذا المجتمع. اليوم لما بنحكي نحن عن هي المشاريع المتعدده، قد ايه مهم التشبيك مع كافه الجهات او الجمعيات المتاحه خلينا منقول لحتى نضمن نجاح نوعا ما لكل الفعاليات اللي نحن بنعملها. هلا انك تنفردي بالمشروع تشتغلي فيه لحالك كثير صعب، وكثير ضروري لحتى تكوني اكثر انتشارا انك تشبكي مع الجمعيات اللي عم تشتغل بنفس المجال اللي عم الكل عم يحاول انه يثبت وجوده فيه. نحن دائما بنشبك مع الجمعيات، بنعمل ايفنتات عنا سويه نحن وياهم، خاصه هلا بالكافيه بما انه صار هو مكان عام عم نستقطبهم الجمعيات لحتى يشاركونا الكافيه. خلال شهر رمضان المبارك كمان نستقطب الجمعيات، بنوزع نحن وياهم سكبه رمضان نحن بنسميها للعائلات المتعففه، وعلى مدار العام دائما بنحاول نثبت وجودنا بكل شيء انشطه وفعاليات لتخدم الاخرين. حاطين برنامج للايام اللي جايه يعني؟ تماما. هلا مثل ما قلت لك السبت في عنا حضنك عافيه، قريبا في عنا فعاليه بتخص اليتيم، حندعو كمان دور الايتام اللي عنا على الكافيه، عاملين لهم برنامج كثير حلو مثل السنه الماضيه واحلى ان شاء الله حيكون، خاصه انه المكان هالمره لنا حنقدر نشتغل عليه اكثر ونثبت يعني ندخلهم الفرحه لقلوبهم اكثر واكثر. وطبعا قريبا شهر رمضان المبارك على الابواب، حنفتح مطبخنا الدائم ان شاء الله اللي كل سنه نحن بنفتحه مطبخ حبه بركه، لا حتى يعني نطبخ اكبر عدد ممكن من الوجبات ونوزعها على العائلات المتعففه. كثير مهم هاي الخطوه، ودائما نحن هلا قاعدين عم نحكي عن النشاطات عن الشيء اللي عم تساووه عم نحكي، ولكن على الارض عم يختلف هذا الحديث. قد ايه اليوم المهمه صعبه وخاصة بالظروف اللي عم نعيشها، العمل الإنساني، العمل التطوعي، وخاصة مثل ما قلنا اليوم في احتياجات كتير كبيرة يعني، ومن كل الفئات. اليوم ما بطلنا بس عم ندعم إن كان الطفل اليتيم أو الشخص المسن أو العاجز، اليوم في فئات كتير من الشعب بحاجة لهذا الدعم. مثل ما تفضلتي حضرتك انه الوضع كثير صعب صاير، نحن دائما بحاجه لدعم مادي، بحاجه لمتطوعين، بحاجه لامكانيات على الارض لحتى نقدر نشتغل. هذا الشيء يعني عم يكون في قله وشح لحد ما، دائما بنحاول نلاقي البدائل، بنحاول نطلب يعني مساعدة من جهات رسمية أو من جمعيات أو دعم من بعض الأشخاص ذوي الأيادي البيضاء، لأنه فعلا الدعم المادي هو أهم شيء بهالأوقات لحتى تقدري تشتغلي. أكيد بدنا نشكرك، نشكر وجودك معنا لليوم، تحيتنا لكل أعضاء الفريق واحد واحد، تحيتنا كمان لكل شخص عم يشتغل بمقهى سوسيت تحديدا، ناطرين كل شيء جديد منكم. شكرا. قريبا بإذن الله تعالى بدي نوه معكم. أكيد بدي نوه نحن كمان حتى يوم الأحد حنزور دار الكرامة بمناسبة يوم عيد الأم حتى ندخل الفرحة على قلوب السيدات الموجودة بالدار، نعمل لهم نشاطات ونشاركهم بالهدايا وغدا إن شاء الله. الله، واكيد مشكورين لكل الجمعيات اليوم عم تشتغل شيء على الارض وتجبر بخاطر الاشخاص اللي متواجدين. نتمنى نكون احنا عم نساعد ونجبر بخاطر. نورتي صباحنا اليوم ومشكوره اكيد. شكرا لكم، يسعد صباحك. يا هلا.